كان ناتشي صداع وما بقيناش هضرنا، رغم انه بقى تيشوفني كيتوتر وتيرسق عينو فيا امور زوج عام. حسيت براسي حتى انا غلطت، عطيتها بطريقه محترمه. مور عام اولا زوج عام، وبنا نقولو عام، دابا ما كتهضرش انت ويا عام امور عام عاد اعتذرتي، دابا عام ضاع من حياتك باش تعتذري. 365 يوم ضاعت من حياتك وانت جالسه كتعتذري زعما باش تعتذري، وما كتهضروش. اختي باصل صبر ايوب اللي عطاكم سيدي ربي زعما باش تصبري عام وتمشي تعتذري. انا عام سالينا نسيت ان تتدا نسيت ما عرفش شنو غنقولها قداش قليا نعتذر مورا عام. باز كتبقاو زعما شنو الذاكره اللي عندكم؟ باز يا اختي مضيعنا عام باش واحد يشوفني وكيتوتر، وكان شي حاجه جديه ما يبقاش الحال يشوفني يتوتر يتلصق مورا عام. فين هي جيت باش تصبري عام ولا عامين؟ وباز ليكم عمركم شايط عليكم يا اختي. ايس كونتاكت ما زقاش بيناتنا والو، حتى واحد ما اعترف ويا حسره مداويه فيا. وي راه مداويه دابا، ما الفائده انهم مداويه فيك وهما مداويش معاك؟ بيناتهم غير النظارات. لا لا مداويه فيك وهما مداويش معاك، واش غتزوجي ولا غتزوجي مو؟ ها ولد امي متسم صيفط مو تهضر هو جالس يتراكي اللور. واخا ما عمروش تالي سير اخي قلبي على راسك شي واحد الله يسهل عليه. خلي اختي يبركك وخلي مو دوي وخلي هو قاعد اللور حتى يجي سيدو يديك. انا ولاد خاصنا ما قضيتش على فراق ولا قدو غير على الدنيا المدلولات. عافاك ممكن توريني اش ملي كنا كتشربي ديال المنحل؟ كنشرب جاسمين. يلاه بديت قطعت الاول اللي كنت كناكلها، يلاه بديت دابا جاسمين البنات. ولكن وليت كنحس بواحد الاعراض ماشي عاديه، واش من جاسمين ولا من الماكله؟ المهم البارح نهار كامل وانا كنتقيه بديتها هذه سيمانه، وبديت كنحس براسي دايخه في الدو خافي. ما تقوليش الحمل البنات، الله يهديكم، ملي كنشرب معايا الحمل وما عندي والو، درت تيست دوزت كلشي ما كاين والو ياك. ولكن ملي بديت جاسمين وليت كنحس راسي كندوخ التقيه الثقيل. البارح النهار كامل كنت خابره النهار كامل نتقيه، فما عرفتش من جاسمين. المهم انا غادي نضرب بها واحد الشهر ونقول لكم كي جاتني. اختي رجاء هو خلاني وانا باقا تبعك الكلبه. شنو ندير باش نرجع الكرامه ديالي؟ شي حل عافاك اختي. شوفي حلو الاعتراف من عارف راسك الكلبه. الوغ ربي علاش كرم الانسان بالعقل؟ شنو بما انت كرم الانسان على الحيوان بالعقل؟ دابا انت عارفه راسك كلبه موراه، شنو خاصك دير باش تولي الكرامه ديالك؟ هي كي تولي انسان تطلعي من درجه، دابا انت وليتي مدلوله من درجه كلب، من رتبه كلب. خاصك تولي من رتبه كلب لرتبه انسان باش تردي الكرامه ديالك. كيفاش تولي من رتبه انسان؟ انك ترد، انك تنخليه، انك ما تسوقيش. لان عارفه كلبك كياكل ولكن داك كيفاش كتنبحي مورا بحال الكلبه راه تما اللي كيزيد يطغى عليك ويزيد. انا نهضر معاك بلغتك، ازيد يطغى عليك ويزيد يطلع فوق كتافك ويزيد يدلك ويزيد يعجبو الحال. ولكن نهار ترتقي من رتبه كلب كلب الى رتبه انسان، ديك الساعه غيجي هو يولي رتبه كلب، فهمتي؟ فرجعي لمرتبه انسان، هزي هاد النيف الا بقى لك نيفرني كنشوفو منه مدقدق مسكين كيسيل بالدم مدقدق تيمو مع الارض، نخليه شويه ودقيق داك القلب دقيق باش ما تدقيني فيك دقيق قلبك يا بنت الحرام تمشي بعيد. بغيت نشاورك، كنبغيه وكيبغيني، كاين براقه ليا نتسناك تشدي دي برومو نجوزو نجيبك عندي. مرحبا، ما قال حتى شي عيب. يجي بعدا شوفيه، يجي خطبك ياك، يجي يهضر مع والديك، تحسي بينا وين المعقول. اما ديك قالوا اللي قالوا هو راه برا بعيد، يقول لك من غدا غادي نديك مورا عام اش دير بك؟ غتبقاي تسناي على الزو. خاص شي حاجه ديال المعقول، خاص شي حاجه شي اثبات على الاقل. واخا تيجي للدار ماشي اثبات، اثبات يقدر يسمح ولكن امو يبين حسن النيه ديالو، فهمتيني؟ امين حبيبه ديالي، يا ربي يعطيكم ما راكم تتمناو ويسهل عليكم، وكل وحده اللي عطيها على حسب نيتها وعلى حسب قلبها، وربي غادي يعطيكم على حسب نيتكم وعلى حسب قلبكم. ودعوا معايا البنات، انا راني عيانه هاد اليومين، ما عرفوش الكينه ما جاتش معايا واش ما عرفت شنو، راني مهلوكه هاد اليومين. كان غير تقيه، ما كان غير طايحه، ما كان الا زدت في هاد الحاله حيت راني عاد مريضه، الا زدت في هاد الحاله غادي نمشي عاوتاني ندوز نشوف شنو عندي، حيت راني فريمون هاد الاونه الاخيره مرات فريمون مرت. واو دعوا ليا، دعوا معايا ان شاء الله نرجع نقف على رجليا. اختي انا مزوجه وعندي زوج بنات توام في عمر، الله يخليهم لك، في عمري 21 عام. ما كنتعرفش فراسي شنو نصيحتك؟ نصيحتي انك ما كتعرفش فراسك تولي تهلاي فراسك، ما غنطلبش منك بالكثير غير بالقليله، لا على الاقل الدوشات بزاف، ريحتك تكون ديما زوينه، لا كريم ما عندكش لا كريم جيبي غير الطالك وزيت جونسون، ياك زيت جونسون خوي فيها واحد بارفان ولا مسك الطهاره وزيدي معها الطالك هكا ولا شي بارفان عزيز عليك. مخدي مخدي بقيتي تدهني بالحمك، داك الزيت يوميا كيرطب وكيعطي ريحه واعره بزاف، فحاولي انك تتهلاي بعدا غير في ريحتك، ما تخليش راسك ديما كحله ديما محوط. بحال دابا انا راني عيانه ممكن واخا هكاك شي مرات كنوض كندير شي ماسكارا كحيله، ما تبقيش لهي غير مع الدراري والبنات. نقولها لك الرجال اليوم ما كيهتموش
تما كيهتم بالمظهر وبالمرأة تكوني، ماشي تكوني بالطعريجة مزي ما مزوقة، ولكن تكوني مالية في راسك. غادي نهضر لكم على هادشي في ستوري الجاي. شوفي ما تخليش الراجل يعيرك يقول لكم مالكي ديما انت دايره هكا. عرفنا انه هز المسؤوليه وعرفنا وعرفنا وعرفنا، ولكن انك هز المسؤوليه وانك تربي ولاد ما كان عرفنا انه غتقولي وحده اخرى ايوا دوك يجيب لك ولاد. شوفي ما قلناش ما قلنا والو، داكشي تماره وغير طيب وهذا ما سلكناش، ولكن على الاقل اضعف الايمان تكوني مدوشه تكوني نقيقه النقه وديالك ما تسمحيش فيها. الشعر يكبر حيدي، ما تخليش راسك تتوفي تولي الدراري البزاوز، تسالي ريح الطياب على الاقل غير برفمي دوشي. ما كنقولكش شعرك دابا ديما مقاد ماشي تكعب ليه هنا، شد بيجامه نقيقيه زوينه، الكسيوات لي شميز دو نوي هذا ني تنعسي بهم زوينين، فهمتيني؟ هادشي ما تنازليش عليه، تكوني مقاده مربره يدخلك يلقاك مقاده لابسه، ماشي ديما نفس لك الكوزينه والدراري الكوزينه والدراري الكوزينه. حتى الله يفلحمك دهني لحمك الكريم سورتو انت مزوجه ووالده، راه تكون دهني لك خام ديال سيلولي، دهني لك خام ديال الكور، يعني خلي بعدا ريحتك ديما زوينه، خلي ما تزوقش كيف قلت لك الطعريجه، مي تهلاي ليا في راسك في ريحتك في الجمال ديالك في الجنس ديالك حبيبه. راه قلت شي ترشي كاين اللي كيخلي مرتو لا دورو لا زوج لا درهم لا زوج، كيقولها شوفي شاكيرا شوفي اليسا. اه من هذا المنبر شاكيرا واليسا، انت عندك الفلوس والقوم ديال شاكيرا واليسا، تبيع اللي فوق كل تحت وكتبيع الكلاوي ديالك وما تخرجش فلوس شاكيرا واليسا وهيفا وهبي. علاش راه باقا شاده راسها حسابك؟ اش كيضربوا كيضربوا لوغمون دو كرواسونس لالا، وكتجميل كتبقى لك صغيره بحال اللي عندها 40 عام بحال اللي عندها 20 عام، اصلا زيدوا وكتصغر. عطيهم اتينا بالفلوس، عطيها الفلوس 6000 راس. انت بحال دابا الاخت جاوبت على هاد اللي يسال عليك، حسب ملي كنجاوب على الاخر المهم غلطت، راني مكونسونطري. فقلت لكم بحال البنت اللي دازت قالت لك عندك 21 عام، تقدر يكون عندك 21 عام وما طلعش فاش بين بحال عندك 50 عام. انا عندي 25 عام كامل بحال عندي 18 عام. ما تهديش ما تهزيش الهم بزاف راكي عاد صغيره، ما تعرفيش الله يخليكم بعضكم، ولكن تعرفيش من غدا بعد غدا خاصك تكوني ديما دهيه تشقشقي وزوينه وبلاره ومهليه في راسك، باش ديما يبقى يغير عليك ويرجفي عليك. بلا الا هملتي راسك، اما الا هملتي راسك الحبيبه راه اول واحد هو غيعيرك، غيقول لك واش شتي ديما هكا سيري دوشي يعيا يعيا يحشلك الهضره. ما تخليش البنادم فين يحل فمو عليك، مره بان كيهمل راسو ماشي مشكل، مره ولكن ماشي ديما نفس الحاله. ما شوفي انت ديري الواجبات ديالك تجاه نفسك بعدا باش ترضي نفسك بعدا، كوني مقاده لنفسك انك كيفاش كتشوفي راسك حتى ملي زوينه المورال ديالك كيطلع، كترتاحي نفسيا، الثقه في نفسك كتزاد، حتى الشخصيه ديالك كتقوى. شوفي راسك غير الدراري غير الشقه ديري في يدك بحال هكا طفارك مقجدرين يدك مقجدرين، ديري يا بنت الحرام غير سنيده وزيت الزيتون وحكوا يدك مرشقه د المعنون، انت يدك ديرو ما كيجرحوا يشدوا الفراش وقولي لي ما كاين ما تريش تاكره من حجره غير سنيده وزيت الزيتون وردي عليا الخبر الا ما ولاوش يدك بحال بيبي الصغار. فكاين شي حوايج غير ديري ياك مارتك ديري ها حتى هي ديري لها زيت الزيتون وسنيده ولا زيت الكوكو سنيده ولا الليمو سنيده، غير اللي كان عندك قشري ديك الكماره اللي عندك ولا حتى هي كتشد الفراش. ما تبقايش ديري فلان عنده الفلوس اياه الفلوس كي، ولكن بعدا انت ما عندكش ديري غير باللي حداك حتى الله يا فلي قاده لقاك اختي نتي كاين شي المهم الله تهلا انك قلت لك غير في نقاوتك غير في بيجاماتك غير في كسوه الدار وبعدا كتخرجي معاه، ماشي غتخرجي جلابه وديري فران ديري لها والشعر ديرها وتخرجي بعدا من تخرجي جلابه خرجي جلابه زينه كتخرجي معاه، حاولي تخرجي راك بحال ما قلت لكم عندها 21 عام خرجي ملابسه منتك، ماشي نقول لك تعري لبسي وتنتكي وتقادي الفرانه اللون في اللون ولا الشعر بزيت بون ستار، ماشي غير تزوجي وتجيبي له صافي تسمحي في راسك. بزاف كيزوجي بلوت كيسمحوا في راسهم، ما تسمحيش في راسك، خاصك ديما حل الحطه ديالك حطه والقده ديالك قدام من تخرجي معاه كاع الناس يحوالو، وتا من يشوفك في الدار مرتين مفتاحه تخرجي معاه مدربله كيدرباله حشمت يخرجك معاه. لا كنجيو نيشان راه المنظر، حنا في عصر المظاهر، المظهر شيء مهم جدا في الحياه، المظهر اللي كنتي بعدا فاش مشيتي تختاري خدمه ولا اونتروجي انا ما كنتش ضربه الحطه والله ما يقبلوك، راه نفس الشيء فين ما مشيتي. الله يا ربي على هاد البنيات نخطاكم تموتوا تموتوا، رجاء محتاجك راه يلاه تعيرت معاه وبلوكيتو دابا التلفه مولفه بزاف. اول حاجه ما كانش خاصك تبلوكي، كنقول لكم ديما البلوك كديريه ملي كتكوني واحد الانسان ما بغاش ترجعي له، البلوك ما عمرك ديريه دبستو ما عرفش شنو وقع بيناتكم ما تبلوكيش خليه. كنقول لكم ديما واخا غيقول لك حفظنا هاد لاستوس مي عرفناكم حفظناه، ولكن واخا كيخليهم يتحرحروا خليه يشوف تبلوكيه غينساك مع الوقت موالفه بزاف. ما ديما ندير لك إيه ما تحيديش البلوكا من الحرام كرسي بلوكيتك الا كاع دير امك ديك الدوده الاناكوندا اللي فيك ترصا، حيد ديك الدوده اللي فيك وصافي بلوكيتي تربط الطم غيجي يصيفط لك وجلسي ثقيله ما تمشيش تصيفطوا شي طب بلوك ودبلوك الهبيله كي بسيكوباطا من الاول ما تبلوكيش. نوف نظرك زواج عن حب ولا زواج تقليدي شكون اللي حسن كنحماق عليك الفيها
تسخير الله هو اللي حسن. انا تزوجت عند حب، هادشي ما كيعنيش انه ديما الزوج عند حب كينجح. نقول لكم واحد النصيحه وسمعوها مزيان الحبيبات ديالي، راه كنهضر معكم بحال اختكم، اسمعي لي مزيان. الحب ماشي معيار انه الزواج غينجح، الحب وحده ماشي كافي انه ينجح الزواج. بحال مثلا انا وعمر كنا ما كناش متفاهمين في العقليه وبزاف الحوايج متشابهين، ما غنقدروش نتفاهموا ولا نتزوجوا. علاش كتشوفي بزاف واحد ينضربوا شهر شهرين يتطلقوا؟ علاش كتشوفي المحكمه عامره بالبراش الصغار؟ بوركوا؟ حيتاش داك واخا تكون ضربه 5 سنين معاه، راه داكشي ماشي معيار انهم يكملوا الزواج. ملي كتجلس معاه في الدار حيت كل واحد وعقليته في شكل، فخاصك تحاولي انك تدي واحد من لو موند ديالك، ماشي مثلا هو كيسكاري وكيضرب القرعه. ما احترمش كاع الناس كيضرب القرعه، كيمشي لي بوط الشيشه الحشيش، هو هكاك عايش ستيل دو في ديالو. ماشي بنت داركم مثلا، انا جايه من وجده، انت داركم ما يبغوش تديو تبقاي عيال تنكدي عليه حياته. من الاول دي واحد بحالك، دي واحد اللي مساجم معاك. انك تبغي واحد الانسان هذا لا يعني انه مناسب ليك، كتبغيه يقدر بزاف الانسان، كتبغي داك الانسان وهو ما كيحترمكش، كتبغيه ولكن ماشي ضروري انك تبغيه هو الشخص المناسب ليك. تبغيه ويبغيك ولكن العدد ديالكم مختلفه، نتيا في الشرقي وهو كيغرب مثلا، هو عنده عدد في الشكل. مثلا نتيا بنت مامي وبابا ما كديري والو في الكوزينه وماني كيبي ديكور، هو كيقول لك انا خاصني المراه طيب لي. ما غتكملوش بزاف، خاصك تادابتا على هاد الحوايج. دي واحد من لونفيرونمون ديالك، نتيا مامي وبابي دي واحد يعيشك مامي وبابي. واش فهمتيني كيفاش؟ هو عالم الكباريت ولا شي عالم الكباريت، ماشي دير واحد بولحيه ولا هو الكباريت ودي وحده مسكينه محجبه ودايره، علاش اخويا دي وحده من العالم ديالك؟ فالحب ماشي معيار انه ينجح، الحب مع الاحترام مع الثقه مع الكومونيكاسيون مع التفاهم، مع انكم خاصكم تكونوا من نفس العالم. ماشي ضروري نفس العالم، ضروري يكون اختلاف ولكن ماشي بسيط، ماشي انت تشرقي وهو يغرب. لا لا لا، لن 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 تكمل الزواج. فكل شيء على تسخير الله. واحد البنت قالت لي 5 سنين وانا معاه، في الاخر راه عندها بنيته وطلقات مسكينه، قالت كصدق كاع ماشي هو، ما مسؤول ما يصرف ما والو ما يفعل، شفر لي حوايجي من الدار بزاف د الحوايج. فما يغركش 5 سنين 10 سنين ديال المصاحبه، يغرك تسخير الله. صلي جوج ركعات واستغفر سيدي ربي. هو قال اللهم اختار لي ولا تخيرني، تعيي طير طير وتحن قذف الخل امك طيحي فين تريحي، ربي اللي كيعرف انت ما تعرفيش. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. زواج تقليدي يقدر يكون ينجح والدينا، زواج عن حب يقدر ينجح يقدر ما ينجح، داكشي على حساب صديقو على حساب الشخص اللي انت معاه. انا مرتاحه زوجت عن حب، انا وعمر كنتفاهم مع بعضيات، حيت انا وعمر واخا هو من الرباط وانا وجده ولكن عندنا بزاف الافكار متساويه، فهمتي؟ واخا انا راني قلقان السوق قبل ما نتزوج، ماشي شو طحت علانيه في، فعرفت انه السيد كيناسبني في بزاف، ما كيسهرش ما كيقصرش ما كيكميش ما كيشربش ما كيخرجش بزاف، هادشي مناسبني. مع احترامي للجميع انا ما نقدرش نتعاشى مع واحد اللي في الزناقه ويسهر مثلا ويشرب ويسكر ويكمي، هضر مع البنات يقول لي بيست فريند. انا كاين الناس اللي كتقبل يجيهم عادي، انا لا اقبل. فخصني واحد يتمشى على حساب المونطاليتي ديالي، انا ما عنديش حتى انا نكون عمر شي وحده دير البس انت ما تحملها وما تشد ما تشديها. فكل واحد يمشي على حساب المونطاليتي اللي هي تريحه في البارتنير. قلبي على الانسان اللي فيه لي بوين كومون بينك وبينه، ما تقلبيش على واحد في المريخ. انتيا لاباس عليك ما تديش واحد الطبقه كادحه، مع احترامي للجميع دي واحد نورمال، شي واحد الطبقه كادحه مسكين هو فاش غيجلس مع عائلتك غيحقروه، وما غاديش يحس راسو مرتاح في وسط عائلتك. من الاحسن اختي بسقد كيواتك. السلام عليكم اختي. اختي كيبقى يقول لي ما تخرجيش ما تدخليش ما تحطيش ستوريات فيهم وجهك. اي ما تحطيش وش المراه عوره فيهم وجهك، لبسي مستور ديري بغيت نسوسو كيفاش نقول ما تسوسيش، دير داكشي اللي بغيتي غيمشي بزز عليه. بالعكس المشكله هاد الناس فاش كديري اللي بغيتي كيجي يلصق فيك، ما بقيتيش حامله بلوكيه بلوكيه اختي، ما بقيتيش حامله بلوك بلوك ولا خويا نتفارقوا. سالينا سالينا، شوفوا يدي راه تبان الظرف الناموسيه. حنا ولاد جديده بغيناك تجي، واه مشيتي وجده مراكش وحنا جديده واش ما عليناش. الله الحبيبه ديالي انا جديده نتشرف نجي الجديده، راني يلاه مشيت لايراني راني عاد كنشم الهواء ديال المغرب. يلا جيت لكازا ومشيت لمراكش، باقي بزاف د المدن نزور، باقي بزاف د المدن مازال ما شفتها خاصني نشوفها، وضروري نجي عند الناس الجديده الغزالين. تحياتي لكم البنات الجديده. الحب والحب انتي راك زين وفنه، حتى وحده ما توصلك يا اختي وطلعيني مالكي عمرك جاوبتيني هاني، طلعتك اختي ونطلعك في كل عمري ونطلعك في قلبي يا الكبيده ديالي موح عليك. يا اختي شتي في الواقع شحال كتحمقي بزين والتواضع ما شاء الله تبارك الله عليك، كنبغيك بزاف تانا كنبغيكم وكنحماق عليكم وكنفرح فاش كنشوفكم وكتجيو عندي، عندي داك هو النهار الكبير.
صاحبتي تعرف واحد الدري وقال ليها صبري عليا واحد العام غير نوجد راسي ويخطبها واش بان لك؟ اه مرحبا، تصبر ما كاينش مشكل، تمشي معاه وتشوف التصرف ديالو معاها، واش غادي يبغي يضرب ويهرب ولا معقول؟ واش فهمتي؟ واش مولسة في الطريق تصاورك واجي عندي للدار ولا لا؟ المهم اختي راجع اساليش مع صاحبي، وصاحب مع واحد بنت كنكرهها وكنت من حدايا شنو نقدر نعمل؟ كنبغيك ما تعمل والو العايله، دير راسك عوره وحاولي يا العايله، ما تشوفيش فيها العايله، ما تخنزريش فيها العايله، ما ديريش راسك مفقوصه، دوزي بحال دايز عليك شي كلب الكلب والكلبه ديالو. شوف فيهم وديري بحال هكا، ضحكي عادي بحال ما كتعرفيهمش، ديري والو، اي رياكسيون ديريها كتبني مفقوصه، داكشي اللي باغي هو يشوف غير شي رياكسيون فقوسه. باغ كونطخ الا ما شافش رياكسيون فقوسه هو اللي غيتفقس. بغيتك تنصحيني شنو ندير لواحد اللي مشى بلا سبه ومع العلم تلاقينا بنهار قبل ما يقول لي انا حس براسي كي بحال كانت فلا عليك. هاد نطلع حرام، هادو بغاو يحبسوا لي القلب. دابا يجي عندك واحد يقول لك حس براسي بحال كانت فلا عليك وانت باقا كتسني منه الامل، والله يمسخك، الله يمسخك الكلبه يا بنت الحرام يا المدلوله. اش بغا ننصح؟ نصحك روحي يا بنت الحرام، شوفي حياتك الله يغبر لك الشقف يا الكلبه. رجاء انا في الدوره الشهريه كيخرجوا لي كتل اللحميه واش كيطلعوا البكر؟ اكيد لا، اش جاب الكتل البكره حبيبه ديالي هذيك؟ اللهم برسول الله ولي استخبرت الله، ولكن كاع كينزلوا لنا بعد الكتل، ولكن الا كثروا عليك الكتل بزاف خاصك تشوفي الطبيب. اختي شري لي ايفون عافاك، نوقف على رجلي واحد النهار ما ننساكش. دابا الناس ولات كتجي دابا دوك الناس اللي كيجي وقف في رمضان على الراس والعين، شريو لهم قفاض رمضان ونتعاونوا معاهم. اللي باغي ياكل ويشرب دابا الناس مابقاش باغي تاكل وتشرب، الناس ولات باغيه ايفون باش تبان. دابا واش اللي محتاج غيبغي ايفون؟ واش اللي خاصو ما ياكل غيفكر في؟ دابا انت عندك ما تاكلي وما تشربي وما تلبسي، بقى امك غير ايفون. انا بديت عندي الاونس برو ماكس مازال ما شريت الطريز، وباز لكم يا اختي، باز لكم، باز لكم زعما، باز لكم. ولا عرفتوا شحال جاني ميساج شري لي ايفون؟ واش كتشوفوا لينا با اخ نوش؟ ما فهمتش انا شري لي ايفون. دابا الناس ولا عندها شري شحال داير ايفون؟ لا حول ولا زعما لا حول ولا قوه الا بالله. دابا الصدقه ولات بالايفون، دابا اللي بغيت تصدق يصدق ايفون ياك. دابا قولي باش غيمشي الانسان يتصدق على عائله ما عندهاش وخاصها ما تاكل وما تشرب وخاصها ما تلبس، ورمضان هذا شي غنمشي نتصدق بالايفون. طريقه لاستعمال فيديغاج، هو حدايا ما كيخطانيش فيديغاج، كيدور ديالو تبييض التوت، بغيت نقول تبييض المنطقه الحساسه. فيديغاج كديريه من برا على المنطقه اللي كيكون فيها الشعر، فيديغاج ماشي للاستعمال الداخلي. الاستعمال الداخلي غيدير لك حساسيه وماشي ديال المهبل من الداخل، هذا ديال برا، البلاصه اللي كينبت فيها الشعر اللي كديري فيها الرازو اللي كتكون كحله، بلاصه البيكيني كيبيضها يعطيها دقه بطله. ولكن مع المداومه كديريه، انا كنديرو مرتين يوميا، كتغسلي بجيلانتيم وكديريه كدهنيه ياك، نقول لك كدهنيه وكتخليه بحال اي كريم. نوريك، انا غنجرب لك هنا في عنقي نحيدو، هانت كدهنيه بحال اي كريم، كدهنيه المنطقه الحساسه لديك الجليده اللي فيها الشعر من الفوق، حيت هو اللي كيكون واكل الطق تمايا، هو اللي كيكون تمايا كيكون كيكحل سوا بالرازوار سوا بزاف، وابر انه كيبيض كيجمع ديك المنطقه اللي كيكون هابطه بلاصيغ، ديك الحيمه اللي كتكون هبطات بلاصيغ، داك الجلد الترهل كيجمعو. ويلي الفنه كتحمقي، بغيتك تنصحيني، كنبغيه وبيناتنا علاقه مزيونه. بالحق تفاجئت بلي مزوج وما كاش هو، ولا في اخبارك بلي مزوج؟ هو في اخبارك بلي مزوج؟ يلاه رولا بنت الحرام. هذا اول نهار كان اول لقاء بيني وبينه، وعجبني وحتى انا عجبت بفضل النصائح ديالك. واو كاع النهارات الاولى كيكونوا زوينين في العلاقه، انا ماشي متشائمه ولا منحوسه، ولكن نقول لك الصراحه كلشي كيكون زوين في النهار الاول ويوم الاولى، كلشي كيكون كيعطي الحب والحنان، كلشي كيكون كيوزع الابتسامات، يعيط لك ما يشبعش منك، وميد ليا هضر معاك ما يشبعش منك. ولكن الصدمه من بعد ما كتطول في العلاقه، والاغلاط اللي خاصك تيفيتيها هي انك ما تعطيش راسك كامله، ما تعطيش كلشي، شوقيه لا تذوقيها بنت الحرام، ما تبينيلوش الحب من الديباغ، عطيه الحب والحنان شويه يدوق، نهار يشبع غادي يمشي. رجاء شي نصيحه، واحد راه يقرا معايا في القسم وراني مزعوطه فيه، وكان غير عيب من ديال القسم، راه واحد النعاله، راه واحد النعاله كتغير من القسم، كانت كلشي على القسم، فاش تسمعوا القسم عرفوا شي بنت الابتدائي كتقرا في السادس ولا في الخامس ولا بنت الكوليج كاع، كان غير عيب من ديال القسم.
لي شد هاد النوع زعما مايناتهم خاصهم يعلقوهم الفوق ويبداو عليهم بالفلقه الفلقه الفلقه. هادي تنفع هاد ما تبقاش تقعد على الفلقه ديالها ديك الساعه، سيري شوفي واش غادي يهمك يهضر مع البنات ولا لا، تبقاي حاضيه غير الفلقه ديالك واش راه توجعك ولا لا. كيفاش ندير باش نخلي يتلحلح ويعترف لي بلي سونتيمون؟ جاوني ندير هاد الموسيقى وجات مع هاد السطوري. شوفي اول حاجه الراجل الا بغيتي تطيحيه طيحيه، ابغى الشكل وزين هذه ضروري الشكل تكوني دربي تصوري تبعني ستوري تبعني تكوني ديما زوينه وانيقه ابغى خليه يثيق فيك. كوني الراجل يبغي يحس راه يحضر مع وحده ماتور وعاقله يعاود لعب لما يخاف انها تدور فيه، كسبي الثقه ديالو بقى يعاود لك عصرايرو. خليه يحس بلي هو، ما تقوليلوش كنبغيك ابدا ما تعرفيش ولكن خليه انه غزي يحس بلي هو سبيسيال بالنسبه ليك. ديك اللقطه ديال انا ما كنعطيش الوقت اللي كنعطيك لامبورتو كي، انا ما كنعطيش مع لامبورتو كي، كنخرج معنا باش يحس راسو سبيسيال هكا وينجد بلي كثر وبقى يعاود لك. ملي يكون يعاود لك ما ديرش ديك الغيره ديال البراهش، خليه يعاود واخا يكون كاع معاك بارتنير ديالك خطيبك راه ما شافش، خليه يعاود لك حتى من بعد وحاس بيه. هذا من جهه عندك الانوثه في الصوت وفي التصرفات. انوثه انا ما كنقولش لك ما تهتميش ما تعطيش وقت، الاهتمام يحس بك شويه ديال الاهتمام، ماشي الاهتمام تغرقيه كاع في شي كره، الاهتمام بحلاوته. انوثه في الصوت، الو كي راك داير لاباس عليك بخير، ماشي الو لاباس عليك بخير ماشي مزيان، المهم ماشي تلحلح لك حتى انت تلحلحي شويه. فهمتي؟ يحس بالانوثه، يحس بالدفى والحنان والنعومه. ولكن ماشي ديما نغزيه بلي داكشي كاين وديسبونيبل في الوقت اللي انت تبغي تخرجيه. الحاجه فاش كتكون ديما متاحه كتعاف، الراجل فاش كيكون معاك ديما حنين كتقولي خخ ماشي مرجل. انا كنشوف فيكم لا ميم شوز، كنقول لكم ديما قصحي ورخفي، خاصك غير تعرفي امتى تقصي وترخفي تما فين كاين الحكام. وليت اليوم بعد الموسيقى رضتني رضتني فيلسوفه. عندو انا 22 هو 23 خدام بظهرو باغي يجي لدارنا، شنو ندير؟ غير في واحد الحاجه واحده، واش مدوز ولا ما مدوزش؟ انا كنقول لكم غير على حسب ما شفت وما سمعت وما اكتشفت. الراجل خليه يعيش المراهقه ديالو، الا مازال ما عاش المراهقه ديالو ما تزربيش عليه، حيت تقدر تجي معاك المراهقه المتاخره داك اللي ما عمرو دغيا خدم دغيا تشنق شنقتي عليه راه يقدر يتزوج ومن بعد يندم ويصورو صحابو سورتو الا كان بغيتي تزوجت وزربت وانت عندك وفوز البنات يطيروه لك سما سما، ماشي يطيروه لك هو يكون ما متبتش حد صغير ما عاش، اما شي واحد يكون عاش ودواز وعاف عيش معاك الطريق. فخاصك تعرفي واش دوز ولا لا. من الاحسن يكون عاش حياته، الا ما عاش والو بلا ما تقولي تعيشي اونصوم مزيان. كاين اللي كتصدق لك ديك الخل ديال تعيشوا اونصوم وكاين اللي كتجي المراهقه متاخر كيبغي عادي يعيش. فالمهم درسيها الله يسخر. اختي انا مقبله على الزواج ومازال كنحشم من راجلي. نورمال تحشمي عادي، داكشي كامل مع الوقت، ليلة الاولى ضروري الحشمه والحياه. غير الراجل خاصو يتعرف يعرف كيفاش يتعامل مع المراه في الليله الاولى سورتو، ما يغصبهاش ولا بلاتي ما قدراتش ماشي مشكل، حيت كاين البنت اللي كتخلع على حس العوام. فشوفي كلشي كيجي مع الوقت، علاش تطولي تضربي عامين 3 سنين 10 سنين؟ ما بغيتش نقول شي حوايج راه ما كتبقى حتى حاجه فيها الحشمه، سالينا كتبقاي صافي يعني تهضري معاه بديك البساطه ديالك ديك العفويه بقيت تخبي والو. المهم كلشي يجي مع الوقت حبيبه، عادي ديك الحشمه والاول والتاويل بعدا. بالنسبه للجريه الصحراويه شوفي فيها الورد وفيها السنه وفيها العلق وفيها التمر وفيها الزبيب، غادي تمشي عند العطار غادي تقولي عطيني السنه السنه الحرام واقيل. المهم داك السنه داك اللي كيجري الكاش راه معروف، غتاخدي 5 درهم السنه 5 درهم الورد واحد 5 درهم ولا 10 درهم ديال العلك والتمر واحد 10 د الحبات وشويه الزبيب. غتمشي غتجيبي كاس ديال العنب هاد الورد ياك غتخويه في الطاسه ولا المهم في شي بلاصه، كاس العنب هاد الورد كاس العنب هاد السنه معلقه كبيره ديال العلك و10 ديال التمرات واحد الكاس ديال الزبيب ياك، غتخوي عليهم اطرو ديال الماء سخون، ماشي هما تغليهم لا هما تخوي عليهم الماء غليان اطرو وتغطيهم الغد ليه بالصباح على الكبيده ديالي تنوضي على النبيري حيت غتبقاي غاديه جايه للطواليت باش تخوي مصارنك. غتنوضي على النبيري غتشربي داك ليترو مور ما غتصفيه بيان سور ناري تفكرت وانا جاني التقيه البنات بعدو مني راه ديجا معده ديالي كتلعب. المهم هو ماشي خايب حلو ولكن مبقيتش نقدر على داك الشيء هذا.
بغيت نزوب على هاد الميساج واخا بغيت نعس، مي ميساج مهم. واش نزوجو بالشخص اللي كنبغي ولا الشخص اللي اختاروا لنا العائله تاعنا؟ عافاك جاوبيني. شوفي ماشي ديما كيف قلت لكم في دوك ستوريات اللي دازو، ماشي ديما الشخص اللي تبغيه هو الشخص المناسب. يقدر داك الشخص اللي تبغيه ما يكونش مناسب ليك، او ميم طون داك اللي بغاو لك العائله شوفي واش يسلكك ولا لا. حيت العائله يقدروا يكونوا شي في مصلحتك وما غادي يبغيو لك المصلحه، ولكن تقدري داك الشخص انت ما يناسبكش ما تكونيش سعيده معاه، فعندك حق الرفض والقبول. ماشي ديما اللي تبغيه يكون مناسب وماشي ديما اللي بغاو لك العائله مناسب. فشوفي انت الشخص اللي يناسبك، كيف قلت لك يناسب طباعك، يناسب العالم ديالك، واش يناسب التفكير ديالك، واش يصلح لك ولا ما يصلحلكش. وكيف قلت لكم كل شيء تسخير الله، فماشي ماشي بالضروره اللي قالوا لك العائله راه مزيان ولا بغيتي راه مزيان. شوفي ودرسي الطباع ديالو والعالم ديالو كيفاش كيتعامل، بزاف ديال الحوايج مهمين.